21 لاعب فقط في قائمه كل منتخب. اربع لعيبه بقى. هيا استاذ احمد، اهلا وسهلا، رجع لنا الاستاذ احمد مجاهد. انتهت على خير الامور؟ باشمهندس عادلي، بمس على حضرتك وعلى الاستاذ ابراهيم منيسي، والحمد لله. اهلا بيك يا باشمهندس. الحمد لله الامور كلها انتهت على خير، والحمد لله ان السيستم يعني في الساعه الاخيره الحمد لله انتهت المشكله. وبشكر جدا الحقيقه، ان قلت من ساعتين ان انا عندي ثقه في المهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي وجهاز الكوره بقياده الكابتن حسام المدير الفني. مراهنين انتوا على مسؤوليه النادي الاهلي. يعني بص، انا قلت لهم انا عندي ثقه، يعني انا مع زي قلت في النهايه، عندنا ثقه ان في النهايه هتغلب مصلحه المنتخب، حتى لو ده الاجهزه الفنيه في ورطه وفي احتياج للاعيبتها وفي ظل اصابات. هو الحقيقه بشكر طبعا، الحقيقه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز، وبشكر كل انديه مصر الحقيقه اللي تعاونت بشكل كبير جدا. يعني مش عايز انسى حد، يعني نادي الزمالك كان عنده احمد مفتوح لعب امبارح وتالق في ناحيه الشمال، وعنده علي فتحي مصاب وعنده مشكله وازمه في النقطه ديت، ورغم كده بعت اللعيبه دجله، الشرقيه، الداخليه، بتروجيت، اسماعيلي، انفي. الحقيقه مش عايز انسى حد من الانديه، يعني قارصين انتوا على الانديه زي بعضه كله عشان مصر. قمه التعاون. معلش، انا متفهم تماما ان الاجهزه الفنيه طبيعي جدا ان كان ممكن، لازم نعترف ان كان ممكن المساله تدار مبكره شويه، بس انا عايز برضو اقول ان احنا سبق لنا مواقف سواء من الانديه معانا او مننا مع الانديه. يعني احنا حصل ان احنا كنا اتفاق مثلا مع اداره النادي الاهلي قبل مباراه انجولا ان هيتم تغيير مباراه الاهلي والزمالك لو حسم بطوله الدوري، فلما ما تمش تغيير موعد المباراه وتلعب يوم 9 لعبنا، غيرنا ميعاد ماتش انجولا ليوم 10 ولعبنا من غير رمضان صبحي، وقلنا احنا الاتفاق احنا اللي ما قدرناش نوفي، فما يعني ما خدناش اللعيب وما كانش فيه مشكله. كل التعاون بين الاتحاد والانديه، بنشكر طبعا الشباب اللاعبين سواء اللي ما كانوش اللي مش هيكون لهم نصيب انهم يكونوا من ال 21 اسم. الحقيقه هي الليسته خلاص النهائيه ارسلت بالكامل. الاسماء معاك يا باشمهندس؟ الاسماء يعني ممكن اقول لك كده، اظن يعني الاسماء الحراس المرمى الثلاثه، الغندور محمد صامي الغندور ده من النادي الاهلي، وعمر وائل رضوان ومصطفى محمود، وفي احمد هاني، في محمد عبد السلام من النادي الاسماعيلي، في محمد عبد السلام واسامه جلال، في وفرماوي مصطفى فرماوي ومحمود مرعي في القلب، وفي عمرو سعداوي واحمد ابو الفتوح في ناحيه الشمال، في احمد مصطفى وكريم نسبت واكرم توفيق واحمد رمضان بكم وناصر ماهر في نص الملعب، وطاهر محمد طاهر، وفي احمد حمدي وخليل وطاهر محمد طاهر وعمر مرموش ومصطفى محمد. طاهر محمد طاهر مشكلته اتحلت الحمد لله. طاهر محمد طاهر نادي لوهافر يعني قال لنا ان هو معانا في المباراتين الاولانيين، ان شاء الله باذن الله يكون فيهم التاهيل باذن الله، ان شاء الله باذن الله. ويعني مساله الماتش الثالث ان شاء الله باذن الله نتمنى يكون المنتخب يتاهل. وبعدين يعني الحمد لله برضه عوده اللعيبه دي، حتى لو طاهر مشي بالمباراه الاولى او حاجه، حللنا مشكله كبيره جدا جدا من الناحيه الفنيه. نشكر كل الانديه، وبنشكر مجلس اداره الاتحاد، ومش عايز اشكر حضرتك والاستاذ ابراهيم المنيسي الكامل الوعي والتنسيق في المساله دي. يا شكرا على واجب يا باشمهندس. قول لي دلوقتي، وعايز اوعدكم بس تعيدوا المداخله اللي تمت معايا في اول حلقه، ان انا قلت يعني ببارك لعوده ملك وكتابه، وان كان ده كان هيبقى على دماغي. على حسابك انت، صحيح. قول لي دلوقتي عشان الناس تبقى تتابع ان شاء الله البطوله باهتمام، المجموعه عامله ازاي ونظام البطوله ايه؟ لا بص، هي البطوله 8 فرق مش 16 زي الفريق الاول. في مجموعتين، المجموعه اللي في العاصمه في لوزاكا فيها منتخب مصر، فيها منتخب مالي، انت عارف المنتخب اللي مالي في المسابقه في مواليد 98 لعبت فاينل كاس عالم. احنا ورانا مالي مطرح ما نروح، تمام. معانا مالي وزامبيا البلد المنظم في المجموعه، وغينيا كوناكري. وغينيا كوناكري.
دول الثلاث فرق اللي مع بعض. هنبدا مع مين؟ هنبدا بمالي. هنبدا بمالي. مالي يوم 26 مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. وفي المجموعه الثانيه فيها السنغال والكاميرون والجنوب افريقيا والسودان، يصعد الاول والثاني من كل مجموعه، الاربع فرق يتاهلوا مباشره لكاس العالم، وبعد كده الاربعه اللي هيصعدوا هيروحوا كاس العالم ان شاء الله باذن الله. تمام بإذن الله. كاس العالم هيبقى امتى وفين؟ كاس العالم في كوريا ان شاء الله في شهر 5. تمام. ويعني القرعه في نهايه شهر 3، يعني البطوله يا دوب تخلص قرعه كاس العالم كده تتعمل على طول. آخرين. كوريا الجنوبيه يا استاذ احمد باشمهندس، في كوريا الجنوبيه ان شاء الله. مره ثانيه بشكر حضرتك، وان شاء الله باذن الله كوريا بقى هيبقى في شهر 5، هيكون الدوريات في اوروبا خلصت، وباذن الله هيكون معانا كمان رمضان صبحي، ويكون معانا طاهر، ويكون معانا كل المجموعه دي ان شاء الله. خد بالك مباراتنا مع مالي وساعتها برضه هيبقى الدوري في مصر شغال، وبرضه هنميل على الانديه شويه، والانديه هتساعدنا ان شاء الله. لا كاس العالم الناس بص يا باشمهندس احمد، كل شيء بالتواصل في التوقيت المناسب يتحل ان شاء الله باذن الله. ويعني احنا برضو بنوعد الناس كلها ان شاء الله ان الفتره اللي جايه يكون يعني في لقاءات، والمساله يعني تتلم وتتنسق وتتنظم اكثر من كده. في النهايه برضو بشكر مره ثانيه كل الانديه اللي تجاوبت، بشكر المهندس محمود طاهر ومجلسه على يعني الحكمه وسعه الصدر، بشكر الكابتن حسام البدري وكل الكابتن حسام البدري والكابتن محمد حلمي، كابتن حسن شحاته، الكابتن اشرف قاسم، الكابتن خالد عيد، مش عايز انسى اي، الكابتن احمد حسام ميدو، كل الانديه الحقيقه مع الواجب الوطني ما حدش هيتاخر يا باشمهندس. كل الامنيات الطيبه، وحارس مرمى بيلعب، يعني الحقيقه الحمد لله كل الناس يعني قدمت للمنتخب، حط الكلام ده عبء كبير جدا بقى على الجهاز الفني والاداري للمنتخب. ايوه. انهم بعد كل ده يقدموا للناس بقى ان شاء الله باذن الله حاجه ترضي باذن الله. السفر امتى ان شاء الله يا باشمهندس؟ ان شاء الله باذن الله يوم في مباراه وديه مع منتخب كينيا يوم 20، هو الفرقه خلاص هو معاه لعيبته ومعاه لستته اتأيدت خلاص، واتاكدت حالا يعني من انها خلاص في يعني هي ظهر عندنا على السيستم، وظهرت على السيستم في الاتحاد الافريقي الحمد لله، وصلت بشكل نهائي. احنا كنا تقريبا يعني قاب قوسين او ادنى بيتلعب، والحقيقه انا هقول لك على حاجه، انا بشكر الولاد اللعيبه بتوع النادي الاهلي اللي برضه رغم ان ممكن يكون فيهم البعض ملوش عقود كبيره او ملوش كلام من ده، لكن في الاخر كلهم كانوا ملتزمين انهم يرجعوا النادي، رغم ان هم طبعا كله باذن الله ياخد حقه، بس هم ايه يثبتوا وجودهم بكل حاجه هتتوضح الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله تكون دايما المنتخبات والانديه في وضع متكامل، مش احنا مش في منافسه مع بعض، بالعكس الانديه هي اللي طول عمرها، خاصه الاهلي والزمالك والانديه الكبيره، هي اللي طول عمرها بتساعد المنتخبات، وفي نفس الوقت المنتخبات بتكون فاترينا للمراحل السنيه في الانديه. صحيح. تستعرض منها لعبتها ولاجهزه الفريق الاول تشوف. انت طالع رئيس بعثه مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. ومحدش تاني طبعا مسافر، الجابون كله يسافر دي لا. لا 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 لا، الجابون وزامبيا، بالعكس زامبيا بقى بلد حلوه برضه مش وحشه. احسن شويه. مش مشكله يعني ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله يا باشمهندس. ربنا يخليك. بالتوفيق، شكرا جزيلا للمهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس بعثة منتخب الشباب المسافر إلى